عامله شركه من الباطن اللي هي شركه شبكات دي بقى لها 5 سنين. طبعا اول 5 سنين بياخدوا اعفاء ضريبة على ما يدفعوش ضرايب اول 5 سنين، فعشان ما يدفعوش من الضرايب عايزين يسافروا الشركه. الكلام ده عملوه معانا برضو قبل كده، الشركه تبعهم اسمها الشركه الوطنيه لاعمال الميكانيكا والكهرباء اللي هي الخرافه ماشي. فدلوقتي هم بعتوا جوابات فصل لاكثر من نص الناس. دلوقتي احنا واقفين بقالنا حوالي 2 شهر. الحاجه الثانيه اللي عملوها معانا منعوا القبض، يعني منعوا القبض عننا. احنا بقالنا شهر اهوت ماشيين فيه ما قبضناش ماشي. والمفروض ان احنا مثلا يعني قانوني لنا 3 شهور في الاعتصام ان احنا نقبض، يعني ما يرضيش حد يعني. طبعا وصلنا لجميع المسؤولين مساكتين يعني. بالنسبه لهم ده عقاب يعني، هم كده بيعاقبوكم؟ ما اعرفش، هو شغل المستثمر والمستثمر عمال بقى يرشي اي حاجه يعني. احنا وصلنا صوتنا لكذا جهه، عملنا محاضر في جميع المراكز وجميع الاساس في اسكندريه عندنا، وصلنا لمحافظه اسكندريه. وصلنا لمحافظه اسكندريه، الراجل طلع لنا وقال احنا عارفين بيكم، اتصل بواحد مختص في القوى العامله قال احنا عارفين بيكم انتوا 2001 ومش هنقدروا نعمل لكم حاجه. رحنا برضو محافظه البحيره، عملنا برضو ما قدرش يعمل لنا حاجه. عملنا محاضر في جميع الاقسام ان احنا غير مسؤولين عن اي حاجه ممكن تحصل، لان هم كانوا بيخربوا، كان ممكن مثلا يكسروا ويعملوا يقفلوا محبس عن الغاز. طبعا شغل الغاز لو اي حاجه اتقفلت فيه دي مشكله كبيره، مش زي مثلا محبس ميه بيتقفل ولا حاجه، لا ده لو محبس غاز اتقفل يعني 5 سنين عشان تعالج المحبس ده، لانه بيضرب خط تحت الارض بيضرب شبكه. وصلنا صوتنا للدكتور هشام قندي، طبعا طلب وزير البترول وطلب وزير القوى العامله. النهارده في اجتماع مع وزير القوى العامله والاشخاص اللي هم بيتكلموا بصوتنا موجودين هناك، وجايبين طرف من الشركه برضه من اللي هي القبضه الكويتيه السعوديه. وربنا يسهل، احنا متعشمين في الداخليه انها ممكن تعمل انها تعمل حاجه، لان هم بيقولوا مشكلتكم دلوقتي مع الحكومه. طب انتوا مطالبكم ايه؟ احنا مطالبنا هو احنا دلوقتي بيقولوا لنا احنا في الشارع، احنا عايزين نشتغل. احنا من لا بنطالب لا بعلاوه ولا بجيل زياده يعني ولا المطلب الوحيد بتاعكم ان انتوا عايزين تشتغلوا. احنا عايزين نشتغل، بس نشتغل برضه عايزين يامن لي العقد بتاعي. احنا دلوقتي بيمضينا عقد اللي هو السنوي او العقد اللي هو غير محدد المده، بس عند ما ينهي الشركه مع السلامه. يعني عند ما يعمل فجر الشركه، والمخطط ده معمول من سنه فاتت شهر 5 اللي فات، قال ان احنا هنزودوا الاساس بتاعكم. هو التوتال الاساسي يعني التخييم فينا بياخد 1000 جنيه الاساس بتاعه، بس الاساس بالبدل الانتقال ببدل الحاجات الثانيه دي ماشي. الاساسي قالوا احنا الفني هيبقى ليه اساس معين، والمساعده هيبقى ليها اساس معين، والملاحظه هيبقى ليها اساس معين، سيستم كده هيمشوه. طبعا دي حجه عملوها عشان يعملوا العقود وينهوا العقود، جميع العقود تنتهي شهر 6 اللي هو اللي جاي ده. الكلام ده من شهر 5 اللي فات، يعني من سنه فاتت، عشان لما يجي يصفي الشركه يقول ده عقدك انتهى، مش الشركه اللي بتصفي، عشان برضه ما يبقاش ماسك انا من ايدي بترجعه. طبعا احنا متعشمين في ربنا ومتعشمين في الناس المسؤولين انها تعمل حاجه معانا. احنا ما بنطالبش حاجه، احنا بنطالب ان احنا عايزين ناكل عيش. احنا دلوقتي سايبين عند رئاسه الوزراء من اسبوع فات قاعدين في الشارع، ولحد دلوقتي مفيش اي خطوه ايجابيه اتعملت معانا. الشركه دي كانت تبعت شركه نجاز عشان يهرب من الضرايب برضو، صفى الشركه دي وعمل شركه الشبكات الثانيه. دلوقتي انا عايز نوجه رساله للدكتور محمد مرسي، هو قال في اجتماعه الاخير مفيش عامل مدرب هيمشي من الشغل، مفيش عامل هيقعد في الشارع. احنا دلوقتي 1200 عامل مدربين على توصيل الغاز الطبيعي قاعدين في الشارع، يبقى كده الدكتور محمد مرسي بيضحك على عمال، ما بيصدقش معاهم. فمش عارفين احنا هنعمل ايه بعد كده. يعني ايه المطالب بتاعتك؟ المطالب زي مطالب اي حد، عايزين عقد امان. عايزين عقد امان ننضم للناس بتاعت البترول. مفيش شركه اسمها شركه سياقه مطلعها سامح فهمي عشان يهرب من السرقه اللي خدها، الفلوس اللي خدها من الحكومه من وزاره البترول، فطلع شركه اسمها شركه سياقه فيها 18000 عامل، فيها 18000 عامل ما بيعملوش حاجه، بيقبضوا فلوس على الفاضي. اقل واحد فيهم بياخد 4000 جنيه. هياخد ال 1200 عامل دول يعلموا الناس اللي هناك، الشركه تكبر وتقبضهم. في حل من وجهه نظري، الحل دي المفروض هو اللي يمشي. ما تطلبش زياده، ما تطلبش بس احنا ما
بنتكلمش ميزانية ولا بزيادة في المرتبات ولا أجور ولا أرباح. إحنا عايزين نشتغل وبعقد أمان زينا زي أي عامل في مصر. كل زمايلنا وكلنا بنتشرد ومعرضين إن بيوتنا تتقفل، وعيالنا هنجيب لهم أكل منين وهنعيشهم إزاي؟ وده إحنا يعني كنا مستنيين النهضة تكمل ويحقق أمل عمال مصر إن هم يأتمنوا إن هم يعيشوا عيشة حياة عادلة ومستقرة. بس إحنا الكلام اللي إحنا بنسمعه من الحكومة كله كلام شعارات وكلام بيتقال في الإعلام وخلاص. الإعلام بين الصورة مش مظبوطة. إحنا دلوقتي 1200 عامل إحنا متشردين دلوقتي، إحنا هنوكل ولادنا منين؟